انتوا عارفين اني بحب انزل لكم وصفات سهله وسريعه واقتصاديه علشان نوفر في الميزانيه. وصفتنا النهارده مش هتاخد في تجهيزها اكتر من ربع ساعه، وهنستخدم فيها ربع كيلو من اللحمه المفرومه، مش اكتر من كده. الكميه دي حلوه جدا، هتكفي اسره مكونه من 4 افراد. وفي اخر الفيديو هقول لكم ايه قصه الوصفه دي معايا واللي نزلها لكم النهارده. هنضيف على اللحمه المفرومه ملعقه صغيره من الثوم البودره، وربع ملعقة من خلطة ال7 بهارات اللي احنا كنا عملناها مع بعض على القناة، هحط لكم اللينك تحت الفيديو. لكن اذا انتم مش متوفر عندكم خلطة ال7 بهارات، ممكن تضيفوا كزبرة وفلفل اسود، ربع ملعقة من كل حاجة. كمان في مكون مهم معانا في وصفتنا النهاردة، وهو خلطة البرجر. هناخد ملعقتين صغيرين مليانين، وهخلطهم على اللحمة المفرومة وعلى باقي التوابل اللي احنا حطيناها، علشان اللحمه المفرومه تتطعم من التوابل اللي انا ضفتها دي، لان احنا في الوصفه دي لسه ما ضفناش بصل ولا اي حاجه، فانا محتاجه ان اللحمه برضو تتطعم بالحاجات دي قبل ما احطها في الطاسه. بعدين جبت طاسه وحطيت فيها ملعقتين كبار من الزيت او السمنه يعني براحتكم، ولما سخنت السمنه ضفت بصله انا كنت مقطعاها كده قطع صغيره، وهنقلب فيها لغايه ما لون البصله كده يبقى يعني مصفر شويه، مش هنستنى لما لونها يبقى بني او غامق. بعدين هنجيب اللحمه المفرومه اللي احنا خلطناها مع التوابل، وهنضيفها على البصله وهنفككها كويس. اهم حاجه ان احنا لازم نفكك اللحمه دي، ما تبقاش كتله واحده كده، انا عايزاها تبقى مفتفته يعني مفروله. بنقلبها كويس كده، ولما تضيفوا اللحمه المفرومه يبقوا ضيفوها وعين البوتاجاز عاليه، يعني النار مش واطيه علشان اللحمه ما تنزلش الميه اللي فيها، يعني عشان لما تنزلوها في الطاسه تاخد صدمه كده فما تنزلش ميه. وبنقلبها كويس كده لغايه ما نحس ان كل حته لحمه كده يعني بقت متغلفه كده، وزي ما انتم شايفين مفروله مش ملزقه في بعض. بعدين ضفت ملعقتين من خلطه الطماطم، واحنا كنا عملناها برده على القناه، وضفت ملعقتين صغيرين مليانين برده من خلطة البرجر. هنخلطهم كويس مع بعض. لو عندكم صويا صوص ممكن برضو تضيفوا. انا ضفت ملعقة مع المعجون الطماطم، وهقلبهم مع بعض. لو مش عندك صويا صوص ممكن تضيفوا اي شطة بتحبوها، او لو مش عندكم شطة يعني ما تغلبوش روحكم، مش ضروري تضيفوا حاجة، هي كده كده هتبقى الوصفة لذيذة وجميلة، بس دي شوية كده تتشط بتدي برضو طعم زيادة. هقلبهم شويه كده على النار، وبعدين هضيف كوبايه مليانه من الحليب وثلاث كوبايات مليانين ميه. الميه دي طبعا سخنه والحليب سخن، علشان برضو اللحمه ما تنزلش سوائل منها، فيفضل ان السوائل اللي هنضيفها على اللحمه تكون كلها مغليه. وبعدين ضفت ملعقه صغيره ملح، هتملحوا طبعا زي ما انتوا عايزين، يعني كتروا تقللوا براحتكم. وبعدين اول ما تغلي الميه دي مع الحليب هنزل بكيس المكرونة. انا ضفت كيس مكرونة، يفضل استخدمه النوع الصغير ده، هنقول لكم ليه. انا ضفت الكيس كله وهو 400 جرام. لو حابين تعملوا نص الكيس هتضيفوا كوبايتين مية مغلية وكوباية حليب. انا غطيت المكرونة، وكل شوية كنت بشيل الغطا وبقلبها شوية علشان المكرونة برضو ما تمسكش في بعضها وتتطعم كويس من باقي السوائل واللحمة. كل شويه كنت بشيل الغطا وبديها تقليبه بسيطه خالص كده. التقليبه دي بتخليلي المكرونه تتطعم كده وتبقى مفككه مش متكتله كتله واحده. هنفضل نقلب فيها لغايه امتى؟ لغايه ما تحسي ان المكرونه خلاص استوت معاكي. لو لقيتيها لسه ماسكه نفسها شويه ومحتاجه تسويه ممكن تضيفي نص كوبايه ميه مغليه. اهم حاجه السوائل اللي هتضيفيها تكون مغليه مش بارده، علشان المكرونه متعجنش معاكي. لو حابه تضيفي شويه موتزاريلا من فوق كده او اي نوع جبنه انتوا بتحبوه تكون بتسيح، يعني هيكون احلى واحلى وهيديها برضو طعامه. بس برضو صدقوني من غير الجبنه برضو طعمها حلو، بس هو الاولاد يعني بيفرحوا بالمطه والجبنه والحركات دي انتوا عارفين. هقول لكم بقى قصه بس ما نكمل الوصفه عشان ما تتلخبطوش. هقلبها كده شويه لغايه ما الجبنه تسيح كده، خلاص الجبنه ساحت والمكرونه استوت والدنيا بقت زي الفل كده، خلاص انا مستعده اني ارفعها من على النار. قصه المكرونه دي ايه، او طاجن المكرونه اللي احنا عملناه ده ايه؟ انا اكلت بره في محل كده
فطلبت الطاجن ده. الطاجن ده كان يدوب يأكل فرد واحد بس، الطاجن ده كان عامل 100 جنيه. فأنا استغربت ايه شوية لحمة مفرومة ما يجوش ملعقتين وشوية بهارات وحبة مكرونة صغيرين ب100 جنيه ليه يعني؟ علشان كده جت في دماغي الفكرة اني اعمل لكم الوصفة كلها دي، والطاجن الكبير قوي ده اللي هو بيكفي 4 افراد وبكيس مكرونة واحد بس. فشوفوا احنا هنوفر قد ايه، يعني احنا عملناها تقريبا بربع السعر كده، مش كده برضو ولا انا غلطانه؟ اكتبوا لي رايكم فيها بقى في الكومنتات، ولو عجبتكم الوصفه انا محتاجه بقى تفرحوني بلايك حلو قوي منكم للوصفه بتاعتنا النهارده. وعلى فكره عايزه اقول لكم رايي فيها، طعمها لذيذ جدا جدا واحلى بكتير من اللي انا اكلتها في المطعم والله. انا حابه تجربوا الوصفه، وباذن الله باذن الله هتعجبكم جدا. بكره باذن الله اقابلكم تاني في وصفه جديده.